نظمت السفارة الإماراتية لدى مملكة البحرين ملتقى الترويج للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة السفير فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وبمشاركة واسعة من ممثلي الشركات الخاصة وكبار المستثمرين. ويأتي هذا الملتقى ليجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة نحو مواصلة التقدم والنمو المستدام لتعزيز الاستثمار في كافة المجالات. ملتقى الترويج للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين يأتي في ظل علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، حيث يعتبر منصة تتيح استكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة في المجال الاقتصادي. حقيقة سعداء لهذا اللقاء، وما قصر سعادة السفير، هو اللي بادر، وهذا اللقاء يعكس اهتمام الجانبين أصحاب الأعمال البحرين وفي الإمارات، والهدف من اللقاء يعني منصة لفهم الفرص الواعدة في البلدين. يعني كانت فرصة ممتازة، والعروض اللي قدموها الاي دي بي وغرفة التجارة ومكتب ترويج الاستثمار في أبو ظبي ركزت على القطاعات الواعدة في البلدين. هذه الفرصة طبعا كانت جدا ملائمة لوزارة الصناعة والتجارة أن تكون مشاركة فيها، بحيث أن احنا نحاول نسلط الضوء على ما يتم تقديمه من خلال وزارة الصناعة والتجارة كخدمات موجهة لإخواننا من دول الخليج والمستثمرين بشكل عام، وكذلك بشكل أساسي شنو اللي ممكن هو يفيد أصحاب الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية الشقيقة. هذا الملتقى الاستثماري الأول جاء بهدف الترويج ودعم الاستثمار في دولة الإمارات ومملكة البحرين، والتعريف أيضا بالتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي يقدمها البلدان لكافة المستثمرين. طبعا سعيدين في حضورنا إلى هذا الملتقى. لاحظنا في الفترة الأخيرة أن وزارة الخارجية الإماراتية تسعى في تطوير أعمال الشركات الإماراتية داخل وخارج الإمارات، وفي مملكة البحرين تسعى هذه المبادرات إلى تنمية تطوير الأعمال، وأيضا تذليل أي صعوبات تواجهها الشركات البحرينية في الإمارات والشركات الإماراتية في البحرين، فإحنا سعيدين صراحة في هذه المبادرة. وقدم هذا الملتقى العديد من الفرص القيمة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها، مما يسهم في تعزيز ونمو العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافة. يواصل هذا الملتقى الاستثماري الهام في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق المنافع المتبادلة في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.